لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تشييع جنازة المرحومة الطفلة الصغيرة سيدرا حمادي منذ قليل بولاية الجلفة، ربي يرحمها إن شاء الله من أهل الجنة. هكذا تم تشييع جثمان الطفلة سيدرا التي حبست مأساتها أنفاس الجزائريين بعد 3 أيام من فقدانها. طير الجنة، الطفلة سيدرا توارى السرى في مسقط رأسها بالجلفة في جو جنائزي مهيب. تم دفنها بحضور آلاف الأشخاص، منهم من لا يعرفوها ولكن تضامنوا معها مثلنا وقاموا بحضور جنازتها، لأن هذا الوداع بينهم. ربنا يرحمها يا رب إن شاء الله من أهل الجنة لأنها لسه طفلة صغيرة. أتمنى من كل اللي بيسمعنا دلوقتي ينزل يدعي لها في خانة التعليقات بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواها الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماكو كلمة الجزائريين، ربي يرحمها خويا، ربي يرحمها، ندعيو لها بالرحمة، لقيتوها هنا، ربي يرحمها. الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، طير المطر، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. كامل الشعب الجزائري حزين على الطفلة سيدرا، كله بيتكلم عنها وبيدعي لها بالرحمة وحابب يعرف تفاصيل أكتر عنها وإيه هو سبب وفاتها الحقيقي ومن هو السبب في كل اللي حصل ده وليه أهلها سابوها كده. كل ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، ولكن كل فيديو بنعمله الغرض منه إن احنا ندعي للشخص اللي عاملينه لو توفى بالرحمة والمغفرة، وإذا كان مريض بالشفاء العاجل. لهذا أطلب من كل متابعينا الكرام أن يدعوا للطفلة سيدرا بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله مثواها الجنة. دعوة 40 غريب مستجابة، لعل دعوتك تستجاب. من المعروف أن جسد الطفلة المفقودة سيدرا كانت مفقودة منذ 3 أيام بحث، وتم العثور عليها حين تنقلت مصالح الدرب وأهل الضحية إلى المكان اللي كانت مفقودة فيه، وتأكدوا من الجثة اللي تعود للطفلة المفقودة سيدرا. وفقدت الطفلة البالغة من العمر 32 شهر بعدما كانت رفقة عائلتها التي قدمت من ولاية الجلفة لتأدية واجب العزاء بمنطقة مزلوق بسطيف، وكانت مصالح الحماية المدنية قد أطلقت منذ 3 أيام حملة بحث عن الطفلة سيدرا، وقامت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين بالبحث عن الطفلة ببلدية مزلوق، كما تم البحث بنواحي المهادة على المدخل الغربي لمركز بلدية مزلوق على الطريق الولائي رقم 140 بمحاذاة واد بوسلام. واستمرت عملية البحث بإعادة تمشيط محيط المنزل وضفاف ومجرى واد بوسلام بالمنطقة ذاتها، إلا أن تم العثور على جثة الطفلة مساء اليوم. شغلت قصة الطفلة سيدرا الرأي العام في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، واختفت الطفلة سيدرا حمادي عن الأنظار لمدة 3 أيام قبل أن يتمكن الأمن الجزائري من العثور على جثتها.
قبل ساعتين في ولاية سطيف، ويلفت الغموض قصة الطفلة سدرة التي ما زالت ظروف اختفائها محل تحقيق من الأمن الجزائري. إليكم قصة الطفلة سدرة بالكامل. نجح الأمن الجزائري مساء اليوم في العثور على جثة الطفلة سدرة زي ما قلنا لكم يا جماعة، وإن هي بتبلغ من العمر 2.5. وأطلقت السلطات الأمنية حملة واسعة للبحث عن الطفلة المفقودة التي اختفت في ظروف غامضة شارك فيها سكان المنطقة، واستمرت عملية البحث والتمشيط في محيط المنزل وضفاف ومجرى واد بوسلام بالمنطقة ذاتها، إلا أن تم العثور على جثتها مساء الخميس. ولا تزال تفاصيل اختفاء الفتاة تثير غموضا شديدا بشأن ملابسات اختفائها، وينتظر أن يتم عرض جثة الطفلة الهالكة على الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاتها. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول الناشطون صور للطفلة ومقاطع فيديو يظهر فيها أفراد عائلتها وهم يتحدثون لوسائل الإعلام المحلية، وتعددت التكهنات بشأن قصة الطفلة سدرة، ورجع البعض أن تكون مياه الوادي قد جرفتها، فيما توقع البعض أن تكون ضحية لعمل إجرامي، خصوصا وأنه قد تم العثور عليها في مكان بعيد عن مكان اختفائها. اكتب لنا رأيك عزيز المشاهد حول هذا الموضوع، وما توقعك لحول سبب وفاتها. هل ماتت غرقا مثل ما يقال، أم ماتت مقتولة؟ نترك لك هذا الموضوع. سيدة دب عنده بنته اسمها سيدرة، هذه فقدت عندها 3 أيام وما يحوسوا عليها، هذه في سطيف اليوم لقاوها في واد مسكينة ميتة، ماتت الله يرحمها. سيد هذا راهو في شوك، راهو شغل داوي لقى بنته أو يبكي، صحفي دخل له في وجهه بالكاميرا عطينا كلمة الجزائريين. راك تقعد بيا إذا ما احترمت واحد في هذا الموم، وقصة قاعد تحترمه وقت كيما هذا دوكا دير فيديو هذا كامل على جال البنس، أقسم بالله غير عيب، ونفس الحكايات لما يتعاودوا. هاد الخبت هذا ما بك، أنا فريموني حاير غير كيما أنا يا صغاتلي في برودوي تاع رمضان اللي فات هذا اللي درته في قناة في الوان تي في، قناة جديدة طاب زعما موراها تكريم في الهلال الذهبي، أقوى على بالكم. جيت داخل هكذا يموجيني ولقى جماعة تاع لي جورناليست معمرة، وأنا جامي ندوز في لي زيميسيون، أقوى على بالكم أنا آخر إيميسيون جزت فيها سيتي بالك في 2016 ولا ما ندوز إيميسيون ما ندير لي ديكلاراسيون باسكو على بالي واش كاين. ثم جيت جاي شغل في وسطهم وقلت له سيد، قلت له أنا والله ماني حاب نهضر، روح معليش حرجوني. قال لك يا ودي تاعين يكرموك و لا بلي باسي دي جون صغار هكذا، ولو كان ما تهضرش تما شغل متكبر. هاي قلت معليش روح نهضر. ايماجيني درت لي ديكلاراسيون منا خدمة من داخل نشوف، بديت نشوف التصريحات اللي بارطاجيو فيها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.